السلام عليكم خوتي اخواتي، معكم اسماعيل مونيتور. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. محتوى ديال القناه ديالي عباره على دروس القانون السير بالنسبه للمبتدئين اللي بغاو يتقدموا للامتحان رخصة السياقة. بغيت نتقاسم معكم الأفكار ديالي والطريقة اللي غتجعلكم تغلبوا على الخوف، كون طريقة اللي هي مبسطة اللي غادي يفهمها الجميع إن شاء الله. كنتمنى نكون خفيف ظريف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.